مشاهدينا الكرام متتبعي قناة البلاد أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يخص حالة الطقس المتوقعة لأمسية اليوم بحول الله، تقريبا الأجواء ستبقى نوعا ما صافية على كل ولايات الوطن خاصة الشمالية منها، ولكن على أقصى الجنوب وصولا بالجهة الجنوبية الشرقية للوطن نوعا ما الأجواء فيها ستبقى ملبدة، ستبقى نوعا ما أكثر كثافة مع أواخر ليلة اليوم. إن شاء الله ستشهد أمطار موسمية مع بعض يعني توقعات لي يعني رعود على وسط الصحراء وصولا بأقصى الجنوب، مع الغيوم المسجلة على الجهة الجنوبية الغربية إن شاء الله ستتلاشى تدريجيا وتصبح الأجواء فيها صافية على العموم. بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة كأعلى مقياس سيكون دائما بوسط الصحراء يقدر ب 32 درجة، أقول 32 سيكون بتندوف، 30 درجة ستكون ببشار. بالنسبة للجهة الجنوبية الشرقية للوطن وصولا بأقصى الجنوب تتراوح فيها درجات الحرارة ما بين 26 حتى 29 درجة، 19 كأعلى مقياس بالمرتفعات سيكون بالمرتفعات الغربية للوطن إلى الوسطى الغربية، 19 بالعاصمة وصولا بأقصى السواحل الشرقية للوطن، 21 درجة بمستغان ومهران وتمتد نحو تلمسان. بالنسبة لنسبة الرطوبة إن شاء الله المتوقعة لأمسية اليوم ستتراوح ما بين 80 حتى 97%. بالنسبة لحالة الطقس نهار الغد إن شاء الله نفس الأجواء، أجواء صافية على العموم. خلال الصباح الأجواء ستبقى ملبدة على عين صالح وصولا بأقصى الجنوب، هذه الغيوم مع صباحة إن شاء الله ستؤدي إلى تساقط بعض القطرات، ولكن إن شاء الله ستتحسن الأجواء تدريجيا مع الظهيرة إن شاء الله. باقي الولايات الأجواء فيها ستبقى صافية على العموم مع أجواء حارة بالنسبة للجهة الجنوبية، كما قلنا درجات حرارة مرتفعة على الجهة الجنوبية للوطن، يعني أعلى مقياس سيكون بالجهة الجنوبية خاصة بوسط الصحراء مع الظهيرة إن شاء الله ستصل إلى 48 درجة، 42 ببشار، 44 بورقلا، 39 بالهوغل والتسيلي، 43 درجة ستكون بأقصى الجنوب، ولكن تندوف يعني درجات الحرارة فيها سترتفع تدريجيا ستصل إلى 47 درجة، 35 بالبيض كذلك العام، 34 درجة سنسجلها على بتنا وخنشلة. ولكن على المدن الداخلية للوطن كما قلنا الأجواء فيها دائما ستبقى حارة، درجات الحرارة فيها ستفوق 40 درجة، 33 إلى 34 مع صباحة إن شاء الله على المدن الساحلية إلى أن ترتفع وستصل إلى 37 درجة، 38 أحيانا خاصة على السواحل الغربية للوطن. ولكن نسبة الرطوبة المسجلة على المدن الساحلية للوطن ستصل إلى 64%. حالة البحر، البحر تقريبا سيبقى هادئ على طول الشريط الساحلي، خلال الصباح سيبقى من قليل الاضطراب الى هادئ على السواحل الوسطى والشرقيه للوطن، ولكن مع الظهيره ان شاء الله البحر على طول الشريط الساحلي سيبقى هادئ، سرعه الرياح لا تفوق ال 25 كيلومتر في ساعه. بالنسبه لاتجاه الرياح دائما سيبقى نفسه، يعني ستكون تحت تيارات من شماليه شرقيه الى شرقيه تماما على طول الشريط الساحلي. بالنسبه لوقت شروق الشمس بالجزائر العاصمه وضواحيها ان شاء الله سيكون على الساعه 5:41. اشكركم على طيب الاصغاء والمتابعة، في أمان الله.